قدروا ان بديناها بالباهي ان شاء الله تتواصل بالباهي. تعرف شهر جوان من اصعب الاشهر في انك تلقى دي ماتش اميكو، وانك تلقى دي ماتش اميكو يستجيبوا للاهداف الرياضيه نتاعك، خاصه انه في مستوى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ثم لا ليغ دو ناسيون، دونك ما ثماش منتخبات اوروبيه ديسبونيبل. البعد الرياضي هذا اكيد فيه نتيجه ايجابيه طون ميو، فيه لي زادفيرسير اللي موجودين احنا في غالب اللي نعرفوها ديفيرسيفيكاسيون، معناها حتى الاطار الفني وقت تناقشنا معاه في الاول انه ثم فوتبول مختلف شويه، دونك حاجه ايجابيه. كيف كيف النتيجه جاب ربي خير ويعطيهم الصحه الملاعبيه والاطارات الفنيه والطبيه والناس الكل اللي مجهود الناس الكل اللي ساهمت في الانتصارات واللي ساهمت في انه الناخب الوطني وكافه الاطار الفني ربما يلقى لاسكيلات دو باز اللي نجم يبني عليها المستقبل. ومدينا اكيد انه حاجه باهيه انه المنتخب الوطني جروسو مودو معناها يربح من اوروبا تقارب 3 مليار ما بين المنحه نتاع الكوب وما بين البارتيسيباسيون، لانه نحن ما مشينا كما تفوضنا وما مشينا كما اشترطنا مبلغ معين للمشاركه، وهكا المنتخب الوطني بعد ما كان بعد 7-8 سنين تالي يلقى شوي صعوبات. في وقت من الاوقات كانت تونس تدفع فلوس باش تلعب كما 2006 و2004 تقريبا وقت جات ايطاليا. مازلنا خلصوا فيها. نعم. مازلنا خلصوا فيها. ولا كما خالي والله العظيم بعد الديون بعد كما خلصوا فيها، اليوم ولينا نشاركوا في دورات لانه خذا المنتخب الوطني لكرة القدم حجمه في مستوى عالمي ودولي، نشرت الفلوس ونلقاو في استجابة. دونك جواندر فيكتوير الاغريابل، نتصور انه النتيجة ايجابية في جميع المستويات، ولكن هذه محطة من المحطات الاعدادية لكأس العالم. وان شاء الله نقولوا لا سيزون كملت في مستوى دولي باهي. تعرف مستوى الدولي سنة ربما تاريخيا اكثر موسم رياضي المنتخب الوطني لعب تظاهرات، لعبنا كان تصفيات كأس العالم ووفقنا ربي كأس عرب ونقدروا انه ثم توفيق وقت وصلنا الفينال، لعبنا تصفيات بدينا في تصفيات كأس افريقيا. نودعوا الموسم الرياضي مستوى دولي حاجة باهية. الاولاد تم شكون مازال عنده بعض الالتزامات مع الانديه نتاعو، مباشره ان شاء الله نشوفه في سبتمبر، لان الى حد اليوم الاتحاد الافريقي مازال متمسك بانه سبتمبر يقعد على ذمه تصفيه كاس افريقيا. يعني مبدئيا لحد اليوم عندنا ليرو توريبي، الى حد اليوم الاتحاد الاوروبي مازال متمسك في انه سبتمبر تقعد لا ليغ دو ناسيون، ولحد اليوم الفيفا مازالت متمسكه انه الانديه لما تسيب الملاعبيه نتاعها كان نهار 14 نوفمبر. هذم دي بارامتر هما اللي حدوا كيفاش باش نحضروا في المستقبل. ربما سبق شويه مثال ثماش فرصه اخرى باللي اليوم للناخب الوطني يحب على الاقل زوج مقابلات دوليه وديه في شهر نوفمبر. اذا كانت تغيرت الرزنامه الدوليه في مستوى افريقي ولا في مستوى اوروبي اكيد الاعداد باش يزيد، لانه ما عادش عندنا جورني فيفا تاع اكتوبر ماهيش موجوده، سبتمبر كما كنت نحكي ونوفمبر و14 بيان سور 14 هذا الالتزام نتاع الانديه الا بقى انت تنجم تبدا قبل وتشوف تتفاوض مع الانديه شكون ينجم يسيب الملاعبيه. احنا كتونس قدره ربي برنامجنا انه في نوفمبر نبدا التحضيرات ما بين 7 الى 8 نوفمبر، مهما كانت التزامات اللاعبين اللي مازال عنده التزامات في مستوى اوروبي نتفاوض مع الانديه نتاعه، واللي مش ممكن يلتحق كما اللاعبين اللي يشتغلوا في اوروبا الكل. اذا كان الفيفا غيرت الرزنامه الدوليه طون ميو، نحضروا باريحيه افضل. وين النجم نحضروا في نوفمبر باش نكمل لو بلا حسب الرزنامه الدوليه، لانه اذا كان جمع حاجه اذا كان جمعت حاجه، وهذا بقدره ربي نسي فيها جويي نتصور، سواء كانت الاتحاد الدولي سواء كان الاتحاد الاوروبي سواء كان الاتحاد الافريقي، الكل باش تحدد نهائيا اخر رزنامه بالنسبه لكاس العالم. دونك احنا